مع استمرارية تأثير جائحة كورونا على حياتنا اليومية، يثار الكثير من الأسئلة والمخاوف المتعلقة بالمرأة الحامل تحديداً، لكونها تتطلب عناية خاصة لحماية صحتها وصحة جنينها. فهل تصبح الحامل أكثر عرضة للخطر في حال أصيبت بالفيروس؟ الحمل بحد ذاته ما بيزيد من مخاطر التعرض لكورونا إذا كنا محافظين على المثلث الذهبي اللي هو الماسك، اللي هو غسل الإيدين، واللي هو التباعد الاجتماعي. كون حامل ما بتزيد من هذه التعرض، نسب التعرض. ولكن في حال حدوث عوارض للكوفيد، يعني لقطنا الكوفيد بالحمل وصار في عنا عوارض، تكون الحامل معرضة أكثر للمخاطر تبع كوفيد، وخصوصا بالمرحلة الثالثة من الحمل. ولكن ما هي أهم العوارض التي تنذر بالخطر؟ بالطريقة القيصرية، وأيضا احتمال تطور مشاكل طبية أخرى. إذن فيني أحبل أكيد، خلق الحمل 95% من الحالات بتكون بسيطة في حال صار في إصابة. الحمل بحد ذاته ما بيعرضني زيادة للإصابة، ولكن بالـ5% في حال وجود عوارض بالكورونا وتطورت عند المرأة، تكون هذه العوارض المتطورة فيها خطورة عند المرأة أكثر من غيرها، تستوجب مثل ما قلت عناية فائقة، تستوجب أحيانا تنفس اصطناعي بنسبة تقريبا بين 1-2% بيكون في عندهم عناية فائقة وتنفس وحاجة لتنفس اصطناعي، إلى جانب المضاعفات اللي ذكرتها. في ظل التخوف من أي مضاعفات، ما هي النصائح التي يقدمها الدكتور فيصل القاق للمرأة الحامل؟ فيها تكون عم تراقب حالها، تنتبه في حال لقط الكوفيد 19، بنراقب العوارض. إذا العوارض محدودة وبسيطة مثل 95% من الحالات بيكون كثير منيح. إذا العوارض تطورت متواصل مع الطبيب بأي إجراءات التي تتخذ وبسرعة. طالما أنا بالبيت عم راقب حالي، بدي امشي شوي واتحرك، بدي اخذ الفيتامينات المطلوبه وبين فيتامين دي من ضمنها، بدي نشرب سوائل قد ما بنقدر، وبالتالي بنكون عم تعطي لحالنا العنايه المنزليه والرعايه الطبيه المطلوبه قبل ما لا سمح الله تتطور. الا ان السؤال الذي يرد الى خاطر كل ام حامل هو امكانيه انتقال الفيروس للجنين في حال الاصابه. يعني من النادر الانتقال العمودي من الحامل للجنين، من النادر. في دراسات كثير صارت من اول ما بلشت بالصين مرورا باوروبا وبامريكا وغيرها، كان في حالات معدوده فعلا، يعني من بين الاف المصابات الحوامل بالكورونا، كانت الاجنه او المواليد اللي عندهم كورونا كانوا كثير قليل، وبالتالي حتى اللي عندهم كورونا من المواليد ما اضطروا لإشة، يعني كان عندهم مخاطر أو مرضى شديدة أو. وبالتالي نحن يعني الموقف العلمي العالمي هو من نادر هذا الانتقال العمودي من الأم إلى الجنين. إذن لا خطورة، كل ما عليك فعله هو مزيد من الانتباه والحماية.